معايا عبر الهاتف الآن الأستاذ المحترم طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. يا فندم مشرف ومنور، بهنيك على كل حاجة بقى بصراحة، حاجات كثيرة قوي. ربنا يبارك فيك يا أستاذ كريم. الحمد لله، فضل ونعمة من ربنا. الأهلاوية يستحقوا كده ويستحقوا أكتر من كده. الصورة النهاردة رائعة والمفاجأة حلوة، يعني احنا متصورين انه مجرد استاد، لا ده في مدينة رياضية وفي تفاصيل كثيرة جدا. ولو حضرتك برضو تقول لنا ابرز هذه التفاصيل، مش كل التفاصيل يعني، بس ابرز هذه التفاصيل على قد ما تقدر لجماهير النادي الاهلي اللي ممكن ما تكونش تابعت جزء من الحفل. لا هو حضرتك يعني من ساعة ما دخلنا مجلس الإدارة في الدورة اللي فاتت، وكان كابتن خطيب حريص على ان اللائحة تتعمل، ولائحة النادي هي اللي مكنتنا ان احنا نقدر نعمل الكلام ده بعد كده، اللي هي انشاء الشركات، الثلاث شركات اللي انشئوا، شركة الاهلي للمنشآت الرياضية، وشركة الخدمات الرياضية، وشركة الكورة. فدي كانت البداية من اللائحة في 2018. صحيح. بعدها برضو اتحط للجماعة يعني في بند من بنود للجماعة العمومية، وافقت مشكور عليها على انشاء هذه الشركات بتفاصيلها. وتلاها زي ما كابتن خطيب تفضل النهارده وقال ان على مدار السنين مجهود جاي القصه دي بقياده الكابتن خطيب مع الشركه لغايه ما وصل للاعلان اللي هو حصل النهارده. مدينه رياضيه متكامله ان شاء الله، فيها استاد هو حلم الاهلاويه، فيها فندق، فيها مستشفى، فيها جامعه، كل ما يتعلق بمدينه رياضيه تتعمل على مساحه حوالي 43 فدان. عظيم. هي قطعة من اهل الشيخ زايد اللي هو مساحته كبيره اصلا. ثانيا هايل، يعني الاصل كان المساحه معمول في الادوار ان هيبقى فيها جزء استاد. فالحمد لله بقى يعني ان شاء الله هيبدا العمل الجاد، ودي حاجه تسعد جميع الاهلاويه وتسعدنا جميعا. هل يا فندم هل هل نحلم ان احنا ان شاء الله يتم على خير ان شاء الله؟ هل متحدد توقيت عمل، يعني البدايه امتى والنهايه امتى، ولا لسه ما تحددش؟ البدايه على طول هتبدا ان شاء الله من اطلاق توقيع الاتفاقيه، وان شاء الله المراحل هيبدا الاعلان عنها بقى تباعا يعني. يعني وزي برضو يعني في المؤتمر اعلن ان هو تعداده في الاول هيبقى حوالي 22,000، وبيزيد بعد كده ل 40,000. فيعني ان شاء الله كل الامور ماشيه بخطى. طيب استاذ طارق، اول سؤال ساله جمهور النادي الاهلي، العدد ده ما يكفيناش، احنا عايزين استاد 100,000 مشجع. ان شاء الله تباعا نوصل للحلم ده ان شاء الله. ان شاء الله. حضرتك التكلفه طبعا كبيره جدا، والحمد لله يعني لن يحمل النادي الاهلي باي تبعات ماليه في القصه دي، يعني حاجه كانت مهمه جدا يعني. تكلفه ماليه كبيره يا فندم، صح؟ هل اعلن عن التكلفه طبعا المتوقعه ولا لم يعلن؟ لا النهارده اتقل يعني في وسط يطلعوا حوالي 12 مليار، يعني اتفضل استاذ محمد كامل وقال الرقم يعني كبير، رقم ضخم. ففي شركه تمويل، وفي داخلين مجموعه شركات، فالحمد لله يعني ان شاء الله تتم على خير يا رب ان شاء الله، يلبي طموحات الاهلاويه باذن الله. كونك ان اول مره نتكلم مع بعض منذ الفوز ببطوله افريقيا، ففرصه اقول لك دلوقتي 1,000,000 مبروك يا استاذ طارق. وانا عارف ان انت كاهلاوي وكمشجع اهلاوي قبل كمان ما عضو مجلس اداره كنت فرحان فرحه ما تقلش ابدا عن فرحه جماهير النادي الاهلي، مش بس كمسؤول. وعايز اسالك الانجاز ده بالنسبه لك يمثل لك ايه؟ يعني زي ما حضرتك اتفضلت، احنا جزء من جمهور النادي الاهلي. يعني طبعا حاجه الحمد لله بتسعدني في كل الاحوال كاهلاوي جامد جدا، وكعضو مجلس اداره ان كان ليا حظ ان انا اتواجد في مجلس كابتن محمود الخطيب، ان احنا ناخد اربعه افريقيا ورا بعض في غضون حوالي 6 سنين تقريبا يعني. فالحمد لله فضل كبير من عند ربنا، وربنا يديمها نعمه يا استاذ كريم. نهاية أفريقيا، أي نهاية أفريقيا، اللي جاي ولا اللي بعده بإذن الله اللي هيتلعب على استاد النادي الأهلي؟ بنحلم إن شاء الله يعني إن في يوم من الأيام إن شاء الله، إن شاء الله في المستقبل بعد ما يتم العمل إن يحصل يا رب إن شاء الله. قريب بقى أستاذ طارق، عشان كلنا نحب نحضر في استاد النادي الأهلي. الأهلي هو بيشرفنا في القارة الأفريقية بإذن الله. إن شاء الله. 1,000,000 مبروك يا أستاذ طارق، دايما موفقين، دايما ناجحين على طول. مجلس إدارة محترم جدا. أستاذ طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بشكرك شكرا جزيلا.